خلال أشغال الجامعة الصيفية التي ينظمها الاتحاد العام لمقاولة المغرب تحت شعار مقاولة قوية مغرب رابح، تم التأكيد على أن القطاعين العام والخاص مطالبان بالعمل معا من أجل تسريع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني وتكييف النسيج الاقتصادي مع التحولات الدولية وتحفيز التنمية البشرية. ناقشنا كيفاش المقاولة تعيش أحسن، لأن المقاولة هي اللي يمكن تنتج أكثر الثروة، المقاولة هي اللي يمكن دير أكثر مناصب الشغل وتخدم الشباب، كيفاش يمكن الشباب يديروا المقاولة ديالهم الذاتية. وشفنا بعض التجارب اللي ناجحة في هذا المقاول الذاتي ديال الابتكار، وسلمنا بعض الجوائز لهم، وقلنا بأنه حنا درنا وعود بأن الحكومة مستعدة باش ترفع المستوى ديال التأهب ديالها ودير إجراءات مهمة قوية في القريب العاجل إن شاء الله لمصلحة هؤلاء الشباب ولمصلحة المقاولة وخصوصا المقاولة الصغرى والمتوسطة. مجموعة ديال القضايا اللي عالجناها وكانت نقاشات جد صريحة وعالجت كل الجوانب بدون استثناء بما فيها بالطبع المجال، والمجال كنعرفوا الأهمية ديالو بالنسبة للتنمية ديال بلدنا. اللي أسيس صفة الشهادة هو أنه كان الالتزامات، طبعا التزامات ديال الحكومة والتزامات ديال القطاع الخاص. القطاع الخاص هو في حاجة إلى أكثر من الوضوح، هذا الوضوح كان نشتغلوا باش نعطيوها أكثر، في حاجة إلى يتكتمشى مع واقع التنافسية اللي كاينه اليوم، واقع المقاولة كيفاش كاينه على المستوى ديال التمويل وعلى المستوى ديال المناخ ديال الأعمال. وكذلك بالنسبة للحكومة الهم ديالها شنو هو، كيفاش نساهم جميع في خلق مناصب شغل، نفتحوا آفاق لشبابنا، كيفاش نكونوا أحسن، كيفاش نمشيو في هذا الشيء هذا كله، كيفاش بالطبع هذه التنمية هذه تكون لصالح المواطن، ما يكونش المواطن يعاني من غياب هذه السياسة. إذن وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجامعة الصيفية تعرف مشاركة العديد من رؤساء المقاولات وصانع القرار وأكاديميين وخبراء معروفين من المغرب وخارجه، والذين تدارسوا على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المغرب من أجل إيجاد حلول أكثر ملائمة. المغرب mérite d'avoir une organisation. إن المغرب يستحق أن يكون لديه اتحادات مسؤولة قادرة أن تعيد النظر في طريقة عملها والمجيء باقتراحات حتى تتمكن كل من الحكومة والنقابات والمنظمات المهنية وغير الحكومية معا من تطوير بلدنا. وتضمن برنامج هذه التظاهرة مجموعة من الجلسات من تأطير محاضرين بارزين يمثلون مجالات سياسية واقتصادية وأكاديمية وسوسيولوجية متنوعة، عاملوا على تقريب المشاركين من عمق التحولات التي تؤثر على بيئة المقاولة من خلال التطرق إلى الرهانات المرتبطة بعالم الأعمال وصلتها بمؤسسات الدولة والشركاء الاجتماعيين والمستهلكين على حد سواء.